مقالة مهمة بتعكس أيضا نجاح مصر في منطقة شرق المتوسط. المقالة نشرتها فاينانشال ميرور، وبتقول فيها أنه العلاقات المصرية القبرصية في أعلى مستوياتها حاليا، وأنه تقييم يمثل حقيقة لا جدال فيها بحسب الموقع. كمان الموقع قال في تقرير عبر موقع الإلكتروني النهاردة أنه مصر تنخرط بشكل كبير في تأمين السلام والأمن الإقليميين من خلال الحفاظ على مبادئ القانون الدولي. ولعل أفضل الأمثلة هي اتفاقية التعاون الثلاثي ما بين قبرص واليونان ومصر، والاتفاقيتين الأخريين الموقعتين ما بين اليونان ومصر كمان في مجالات الغاز وغيرها. وشدد التقرير على أنه مهما حدث فإن العلاقات المصرية القبرصية في ازدهار وستستمر في التعزيز بين الجانبين. وأشار كمان إلى أنه قبرص تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء لديهم التزامات مبدئية، وقال أن موقف القاهرة وسياستها الرافضة للاحتلال والإصرار على حلول تفاوضية سلمية فضلا عن رفضها الواضح لفرض الأمر الواقع الذي يتجاهل القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ودي السمات المميزة لشريك مثل مصر يشاطر قبرص في رؤية حل قابل للتطبيق وموحد للبلد. وقالت كمان أنه في ظل هذه الأمور يمكن الوصول بسهولة إلى نتيجة مفادها أن قبرص ستكسب الكثير من الاستثمار في شراكتها الاستراتيجية مع مصر، ومن المؤكد أن مثل هذه الشراكة ستسهم في تحقيق الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح المنطقة وأوروبا والعالم قاطبة. والعلاقة دي مهمة بشكل كبير لو يتابع يعني بشكل متخصص، مهمة كمان للشركاء الأوروبيين. والعلاقات المصرية القبرصية هي علاقات أصلا تاريخية من أيام الفراعنة مصرب العصور الإسلامية وصولا إلى العصر الحديث والأسقف مكاريوس وداع رئيس جمال عبد الناصر والزيارات المتبادلة لي. وبالتالي علاقات هي فعلا علاقات تاريخية وممتدة، والآن بتأخذ أشكال جديدة طبعا بعد منتدى غير الشرق المتوسط. ومع بعض التهديدات الإقليمية بيبرز الدور المصري. ويمكن يتابع كمان مقال نشر مؤخرا الواشنطن بوست لكاتب تركي مشهور، أشار فيه كمان أنه أصبحت هذه العلاقات مهمة أيضا لتركيا، وربما تكون أحد أسباب التصالح أو بدايات التفاوض أو الكلام المبدئي بين مصر وتركيا بعد لقاء الزعيمين. فعشان كده هناخد تفاصيل ومعلومات أكتر من الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني نتوقف عند المقال المشهور النهاردة، وشايف حضرتك توقيت نشر هذا المقال وانعكاسه على العلاقات المصرية القبرصية، خاصة في توقيت بتتقاطع فيه المصالح الإقليمية وأيضا كل طرف له مصالحه الخاصة. إنجاز هو في البداية طبعا لازم نعرف أن العلاقات المصرية القبرصية علاقات مهمة جدا، وزي حضرتك تحدثت وقلت أنها علاقات تاريخية، وزادت العلاقات دي بشكل أكبر بعد ترسيم الحدود المصرية اليونانية القبرصية وبداية التنقيب عن الغاز والتعاون المصري القبرصي واليوناني في غاز الشرق المتوسط، وأيضا التعاون بين مصر وقبرص في تسهيل الغاز ونقله إلى أوروبا، وأيضا الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان في تعاون وفي علاقة خاصة بين مصر وقبرص خلال المرحلة الماضية، وهي بتعود بالنفع على الدولتين، يعني مصالح الدولتين مشتركة في هذا الإطار. وأيضا هناك علاقات أخرى وليست علاقات فقط اقتصادية، لكن هناك علاقات عسكرية مهمة في تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر وبين قبرص خلال السنوات. كان في تدريبات ميدوسا كمان اللي شاركت فيها مجموعة كبيرة من دول أمريكا ودول أوروبية والسعودية كمان. بالضبط. وفي تدريبات أيضا مشتركة بتتم في قبرص وبالتبادل بين قبرص و
مصر. إذن علاقات متميزة وعلاقات طيبة. في الوقت الحالي احنا لازم نعرف ان مصر ايضا اصبحت قوة فاعلة في المنطقة بشكل كبير جدا. مصر بتسعى الى تحقيق العدل والمساواة والسلام في المنطقة بشكل كبير جدا من اجل ازدهار الشعوب. طول ما في سلام وطول ما في استقرار في المنطقة هناك ايضا تنميه داخل الدول بشكل كبير، وهو ده اللي بتسعى اليه مصر في الوقت الحالي من خلال علاقاتها المتميزه مع دول المنطقه بشكل كبير جدا. طبعا زي ما حضرتك بتقول من المقال ده دليل على طبعا العلاقات الطيبه، وعلى الجانب الاخر انها بتاتي في وقت اهتمام العالم بشكل كبير او دول الاتحاد الاوروبي بشكل كبير بالغاز، لان احنا داخلين على فصل الشتاء، والتعاون بين مصر وقبرص لان دلوقتي في احتياج للغاز، للغاز المصري وايضا الغاز المسيل اللي بيتم انتاجه في مصر وتصديره لاوروبا في الوقت الحالي، في ظل طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه ونقص الغاز ونقص الامدادات في هذا الاطار. طبعا احنا شايفين وزي ما حضرتك برضو تفضلت ان في مقاله بتتحدث عن التقارب التركي المصري في الوقت الحالي. هي بالطبع هو تقارب مهم في الوقت الحالي، ومصر المقالة أشارت أن مصر ممكن تلعب دور كبير قوي في ضبط الأمن في منطقة شرق المتوسط، وحضرتك طبعا برؤيتك وممكن ده يحقق مصالح الجميع، يعني سواء بعض الأطراف الإقليمية أو الأوروبية. يعني هنا مصر أيضا بتبرز كدور كبير في منطقة شرق المتوسط، كرابط ما بين حتى الأطراف أصحاب العداءات التاريخية إنجاز التعبير. هي مصر في الوقت الحالي بتسعى إلى تقارب وجهات النظر وعدم تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى. يعني السياسة الخارجية المصرية هي عدم التدخل في شؤون الدول، فهي بتسعى أيضا في الوقت الحالي أنه يكون في عدم تدخل من بعض الدول في شؤون الدول الأخرى، عدم المساس باستقلال الدول، عدم المساس بالحدود إن كانت بحرية أو إن كانت برية لدول معينة، العمل على حل الأزمات، الوصول إلى سلام، تحقيق سلام عادل. لأن المقال بيقول حلول تفاوضية سلمية، فعشان كده تقدر تقرأ ما بين السطور. يعني بالضبط، يعني حلول، يعني مصر قد يكون لها دور خلال المرحلة المقبلة في عملية التقريب وجهات النظر، في عملية التفاوض بين تركيا وقبرص، وهو ده اللي دايما بتسعى إليه مصر في الوقت الحالي. بالطبع عملية التقارب بين قبرص وتركيا في الوقت الحالي وهيحقق الاستقرار في المتوسط، هيحقق أيضا الأمن في المتوسط، وأيضا القدرة العسكرية المصرية في الوقت الحالي اللي هي متواجدة في منطقة المتوسط بتحقق أيضا الاستقرار، بتحقق الأمن، بتمنع عمليات الإرهاب العابر للحدود اللي بتسعى اللي كان بيؤثر بشكل كبير على الاستقرار في تلك المنطقة. كل ده قدرت الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت ان هي تحققه من امن واستقرار. وايضا في الوقت الحالي بتسعى مصر زي ما بقول لحضرتك بتحقيق ايضا التقارب التركي القبرصي وايضا اليوناني من اجل الاستقرار، من اجل التنمية في دول المنطقة بشكل عام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا.